تعالوا نشوف اراء حضراتكم برضو من بعض الاراء اللي تم تداولها على السوشيال ميديا. نشوف اول تعليق من عمار علي حسن اللي كتب على منصة اكس في حسابه زي ما شايفين كده مع بعض. الحرائق تمتد، النار تلتهم مصنع زيوت بأويسنا في المنوفية، وتمتد الحقول زراعية، ما أسباب النار المتواصلة في بلد العتمة؟ يتساءل عمار علي حسن. أميرة بتسأل أو بتعلق هي كمان وبتقول الحرائق في مصر ابحثوا في حشاشين مصر وحتلاقوا الفاعل على طول. فعلا العساكر عندهم كيف في الحرائق من 53. إيمان بتقول حريق مصر برعاية جماعة الإخوان، وكما قال بلتاجي إن الذي يحدث في سيناء لن يتوقف إلا بعد رجوع مرسي، هو برضو اللي بيحصل، إن الحرائق التي تحدث في مصر لن تتوقف حتى يتم تهجير أهل غزة في سيناء. والأيام بيننا، مصر مليانة خلايا إخوانية إرهابية نايمة، سواء مصريين أو إرهابيين سوريين. إيمان بتنهل من منهل، يعني مش عارف جابها منين، يعني انا مش عارف اتجابه منين يا ايمان، ده انت جامده قوي. مهيب بيقول لنا ايه، او مهيب بيقول حرائق مصر المجهوله النسب في اعتقادي رسائل بين النظام الحاكم واحدهم، قد يكون شخصيات مصريه او اجنبيه او دول. المهم في اخر ظهور للسيسي الرجل لم يكن بخير، وكان واضح من ملامحه انه لا ينام. اذا استطعنا معرفه من خلف هذه الحرائق فسنعرف من السبب في التسبب بالارق له وله هنا عائدة على عبد الفتاح السيسي.